هلو يا علوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل عامين ناس حبايبي. مثل ما انتم شايفين انا كثير متحمس شباب للتحديث النزل، يعني اليوم مثل ما انتم شايفين شباب خلينا ندخل على هذا باخر، يعني هون ندخل نشوف مع بعض بالاخر. اول شيء شباب مثل ما انتم شايفين امامنا شباب متغير اشياء وصار في اشياء جديده اوكي. طبعا انا شباب دخلت على اللوبي ورجعت طلعت شباب، ما شفت بس شفت اللوبي على شكل سريع عشان مثل ما انتم شايفين هي هذا اللوبي اوكي. ثواني شوي، قول لي شباب شفت التوب اب؟ ثواني شباب ما بعرف نعمل اي شيء. شفت توب اب شي مكان شباب؟ شفت شحن توب اب شباب؟ ما اضافه شحن. ول 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 ايه تمام. شو سياره جديده شباب، ام سيلارين. قول لي شحن عشان جوهره. تمام يا شباب نجيب اول شيء سجل. انت قبل قول نجيب السياره. اتمانو يا ستير، هيك جبنا السيارة حبايبنا. خلينا ندخل نشوف السيارة شباب. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب هون راح رسم، لا تنسوني يعني تحملوا الاشياء شباب الصوتية وما صوتية. اوكي شباب الان شباب بدنا نضبط الوضع على رواق يا حلوين. اوكي خلينا اول شيء شباب ندخل نشوف اللاكي رويال. ندخل على اليسار بالنسبة للاحداث، هذول الاحداث شباب ما اختلف شيء بالاحداث. اوكي نشوف اذا نزل سكين جديد. لا ما نزل، يعني بعد 9 ساعات راح ينزل سكين جديد. اوكي هذا بالنسبه للشباب للاحداث، ما تغير شيء بالاحداث حبيبي والله. خلينا نشوف نجي هون. والان شباب راح ندخل على الاعدادات. ندخل على الاعدادات شباب. هون عندنا الاعدادات شباب اختلفوا. راحوا هذول شغلت الدويات اللي كنا بنضغط عليها هيك تنك تنك راحوا كثير حلو. مثل ما انتم شايفين شباب هون اختفوا على اليمين. عندنا هون الحساسيه شباب نفس الشيء. وسائل التحكم هون شباب نفس الشيء، ما تخطر شيء بس ولكن الطريقه شباب هالدويرات خلصنا من هالدويرات حبيبي والله. خلينا نشوف ندخل على العرض شباب. بالنسبه للعرض اهم شيء شباب العرض. هون شباب عندنا اللو القياسي الفائق يعني حلو، الدقه العاليه المرتفعه. بالنسبه للاشياء الجرافيك ما جرافيك شباب عندنا هون ما اختلف شيء بس ولكن كشكل اختلف حبايبي شيء كثير حلو. الصوت هذا هو الصوت، ما في شيء اختلف بالوضع. عندنا الاشعار شباب هون. اوكي هون شباب عندنا دعوه غريب، نعمل رفض. انا عامل حامل رفض عشان الان قاعدين عم نصور حبايبي، رح نعمل كل شيء رفض الان. حلو. هون دعقة عضوية الماسية وال اوكي. هون ما اختلف شيء بس اختلف الشكل تبعه شباب، شيء كثير حلو. يعني في شيء لوز. اوكي الان حبايبي خلينا ندخل عندي اضافة الاصدقاء. شوفي هون عندنا ما في عندنا هون. اوكي هون ما في شيء. اوكي ما في نفس الشيء ما اختلف شيء. خلينا ندخل على اللوبي شباب. ندخل مو على اللوبي، ندخل على البروفايل. بالنسبة للبروفايل جايز البروفايل ما في شيء تغير منه، نفس الشيء حبايبي. هذا هو يا ساتير. حبايبنا راح اعرض لكم الان بعد بضع ثواني شباب كود شحن قسم الجواهر. مبروك راح ياخذها. الف مبروك على هذه القسيمة حبايبنا، قسيمة جواهر شباب، شحن جواهر اللي تقدر تشحن فيها وتجيب فيها السيارة الجديدة. اوكي راح يكون في كودات ثانية شباب بالمقطع، خلوكم متواجدين. نسيت اقول اول مقطع حبايبي الكرام. طبعا راح يكون في كمان سحب عشوائي للسيارة حبيبي والله. يلا نكمل شباب الوضع. خلينا نشوف على اليسار الاسلحة. ندخل على الاسلحة يا اساطير، ندخل على الاسلحة نشوف شو تغير بالاسلحة بواجهة الاسلحة. هون بالاسلحة شباب ما في شيء تغير كشكل. اوكي نفس الشيء. اوكي ما في شيء يعني شيء هذا هو ما تغير شيء. حلو كثير حلو. هاي بالنسبه للاسلحه يا ساتير. الان خلينا ندخل على الشخصيات شباب. طبعا شباب رح نشوف بالنسبه للشخصيات. سمعت انه بالوما رح تتغير. اوكي قادر على حمل 120 ذخيره اضافه الى لا يشمل قذائف القنابل. اوكي اوكي طبعا شباب الشخصيات راح نشوفها راح نكتشفها مع بعض ان شاء الله على اللايف. اوكي المسويات الان يا شباب. الان حبايبي خلينا ندخل على المخصص. المخصص شوف يعني بالرومات والمرمات، فهمتوا علي حبايبي؟ طبعا شباب عندنا هون الرومات العاديه، عندنا هون الرومات المعروفه الشباب الكرات الحيوان هاي بنعرفها، هي مثل شو كان اسم اللعبه ديك يا شباب نسيتها يا زلمه. عندنا هون هاي الرومات هاي شباب مثل الماينكرافت شباب ارض الاحرف، راح نقدر نبني اشياء وفهمتوا علي كيف. خلينا ندخل على احداث شباب، نشوف الاحداث شباب الموجوده هون. هذول ما تغير شيء منها لحد الان، ما في شيء يا اساطير. طبعا شباب والله الصراحه يعني اللوبي شباب ما شفتش اللوبي شباب، لوبي حلوه. اوكي خلينا ندخل نشوف التحديث. هون عندنا جوال شباب لازم نحصل عليهم. نفس الشيء هون حبيبي والله. اجمع التوكن هي نفسها.
تلقط راس هذول ناخذهم شباب عشان الحدث. وعندنا هون شباب غدا، نعم غدا شباب ان شاء الله الايام اللي جاي اوكي راح نحصل على بطاقه من هذا الرومات شباب لما نعمل تسجيل دخول. هاي حلوه. ونفس الشيء هنا شباب لما ندعو اصدقاء ونجاء هذول كمان نفس الشيء شباب عشان نحصل على المهمات الروم اللي قلت لكم عليها. اوكي شباب الان هون جايزه اضافيه هي حبيبي والله. اوكي 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 والان شباب بدنا ندخل على المجمع. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين تغير مكان اللوبي تبعت مكان الرقصات وما رقصات. اوكي عندنا هون حبيبي والله نفس الشيء. خلينا نشوف شباب اذا نزلت شيء رقصات جديده. خلينا ننزل تحت بالرقصات حبايب نتاكد اذا في شيء جديد ولا لا بالتحديث شباب. طبعا شباب بعض الاحيان التحديثات كيف اقول لكم يعني بينزل قسم ونص بعده بينزل تقريبا غدا ولا بعد غدا يعني بيكملوا بالتحديث. اوكي بالنسبه لرقصات السيارات قول لي. طبعا شباب الشيء الاسطوري شباب اوه ما بعرف اذا انتبهت عليه ولا انتبهت في هنا تسريع يعني سياراتنا شباب السيارات بتصير اسرع يا لطيف. بس ولكن في واحدة هون معلم سريع بس ولكن بقلل الضرر. خلينا نشوف البقية. طبعا ما في شيء شباب لحد الان بالنسبة للعجلات. والله شيء اسطوري والله الشباب شيء اسطوري شباب. لازم ندخل شباب نجرب هاي السيارة هاي لازم ندخل نجربها شباب باللعبة ضروري ضروري. اوكي بالنسبة للحقيبة هذول ما اختلف شيء. طبعا اماكن هذول هن رقصات قلنا ما صار في شيء بالرقصات. والان شباب وين راح ندخل الان؟ اوكي شباب بالنسبه لشباب للاشياء الموجوده بالكيوب ماجيك مع كيوب ماجيك شباب ونفس الوقت هذول الكيوب ماجيك ما تغير شيء شباب بالفتره الاخيره تمام. بس هناك عندنا هنا شباب تغيروا بطاقات طرفين نقدر نشتري بطاقه بتغيير اسم ب 80 جوهره شباب لهيك انا راح احصل عليها من الان شباب. اوكي وناخذ هذول يا شباب لا تنسوهم انكم تاخذوهم حبايبي من المتجر الكلان. اوكي شوي من البطاقات مع اي كي دراجون والاشياء. طبعا انا عندي اياهم حبايبي الاسلحه ما يلزموني. اوكي ندخل على العادي نشوف شو في هون. هاي هي شباب السياره راح ندخل نجرب بعد شوي طولوا لنا بالكم. ويلي 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 ايه طمانو هذول قول لي حزمه قفت قول لي نزل سكين بنت جديد يا سلام ضروري ناخذه شباب يلا ناخذه حبايبي لازم ناخذه يا شباب. طبعا السكين هذاك ما اخذته ما بعرف ليش بس هذا كمان حلو. خلينا ناخذ هذا الشباب يا سلام يا سلام يا سلام ناخذهم هذول كلياتهم حبايبي اطمانوا. والله انا بصراحه انا مستغرب شباب كيف مالي اخذهم هذول كيف مالي اخذهم هذول كيف انا مالي اخذهم كلهم شباب. ويلي 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 هذول كيف انا مالي اخذهم شباب اخذهم ولا مش اخذهم والله ما اعرف شباب. بس anyway جيب معلم جيب ناخذ كل شيء شباب. اوكي خلينا نروح نشوف السكين اللي جبناه شباب. هذا السكين الجديد الحزمه حبيبي والله ندخل على الحزمه شباب نجربها بحزمه البنت اكيد منكم ما انتبه منها. اوكي نعمل تزويد اللي حبيبي والله بس ولكن وين بلطال؟ ناقص البلطال روح جيب البلطال جايز واو تعالوا الاستراد تعال هون هذا هو نعمل هيك نعمل هيك وتزويد اوكي ها هي ما اخذتها نعمل هيك اوكي خلص ها تك تك والله هذا كمان ما عندي اياه يا اخي والله شو ليش ما بيعطونا كلياتهم في نفس الوقت حبيبي والله. اوكي نجي لهون نجي لهون شباب نشوف السكين الجديد تبع البنت ببطاقات الجولد. لا والله شباب شي سكين حلو صراحه سكين حلو شباب حلو 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 حلو. خلينا نخليه معنا خلينا ندخل على الشخصيات شباب. ما بعرف اذا لاحظتوا شباب الشخصيات صرنا نقدر يعني انه لما نضغط على الشخصيه بتطلع يعني اوتوماتيكيا يعني بتتغير ما لازم عمل تحديد تدخل هيك وضع الوز حلو والله هيك حلو. خلينا نخرج لهون يا شباب. اوكي حبيبي الان رح ندخل على التدريب يا اساطير رح ندخل على التدريب يا جميلين ونشوف شو في اشياء جديده بالتدريب يا حلوين. يلا عندنا شباب مثل ما انتم شايفين شباب تغير شكل اللوبي ما لوبي. اوكي خلينا ندخل على التدريب ونشوف شو نزل منه. هذا هو التدريب حبايبي التدريب. اوكي لحد الان ما في شيء تغير حبيبي والله. نزل سلاح بعد شوي رح نجرب السلاح اللي نزل جديد. هذا هو شباب هذا هو السلاح شباب اللي حبيت اجربه. اوكي هذا نشتري واحد ثاني. طبعا شباب اوه يا بوي هذا شو هذا سلاح يعني سلاح ثواني هذا سلاح شباب سلاح يعني الثالث يعني بيكون والله حلو. طبعا ما فيه اشياء نضيف عليها 30 لا كم وحده فيه كم طلقه فيه 18 طلقه شباب
18 يعني والله حلو. تعال ندخل نجرب ان شاء الله، ندخل نجربه بسرعه، ندخل نجربه شباب بسرعه يا صديقي. ليتس جو حبيبي والله. شوف 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 كل كل الاسئله قاعدين عم نجرب فيه. يا ابوي ثواني شوي شباب يعمل هذا. اوب 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 لاحظ ان السلاح صار سريع افضل، ما بعرف ليش. لاحظ ان اللعبه شوفوا حتى لما اقتل اللاعب يصير يطلع علامه تحت، والله حلو. اللعبه حاسه صايره سريعه شباب بالنسبه للعبه، يعني صاير ملاحظ على التحديث ما بعرف شباب لاحظت عليه انه صارت اخف. والله ده شتات حلوه شباب. حبيبي والله، حبيبي والله. اوكي بالنسبة للتدريب شباب، قول لي تغيروا مكان التدريب شباب. خلينا نعمل نروح ونروح يمين يسار. قول لي هون صار فاضي حبيبي والله، هون الغرفة صارت فاضية شباب، كل أماكن الغرف صارت فاضيات يعني. ما بعرف إذا راح أسوي هذا الشيء شباب بالتدريب، والله شيء كثير حلو. أوكي أوكي يا أخي خلينا نظبط الوضع معلم. لا تقطعنا يا معلم معلم، خلينا نعمل فسحة 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 بالتدريب. يا بوي هذا شوف هون اختلف الوضع حلو والله شباب. تدريب صار يعني فارغ اكثر يعني وسيع اكثر. قائمة المتصدرين ايوه، لما نعمل تدريب هون بيطلع لك من النقطة. ايه حلو هي بنعرفها بس لكن ما كانت موجودة قبل. هون حلو ندخل هون يا شباب نشوف شو في ما في. لا رح ندخل نعمل فسحة بال اوكي. خلينا يا شباب نروح على المنطقة الثانية شباب، نروح نجرب السيارة نشوف وضع السيارة شباب. تعالوا نجي لهون ليتس جو، نشرب شوية مي. اوكي شباب الان عندنا هون شباب صار يا بوي صار لما يكون بالساحه شباب يطلع هيك اشياء، والله حلو. هون ما في شيء اختلف. شو هاي؟ صرنا فوق. قول لي صار مكان الحلبه جديده هون، صرنا البوكس حلبه جديده شباب للبوكس بالمنطاد، والله شيء كثير حلو شباب. خلينا نطلع شباب، ما بدنا نطول كثير شباب، نشوف اهم الاشياء. طبعا شباب التحديث يعني كثير كثير فيه اشياء اضافات عندنا هون شباب. نحاول ندخل على الساحه تحت، نروح نجرب السياره شباب، شوفوا وضع السياره مثل ما اتفقنا. نجرب السياره، نجي لهون. عجب هون مكان السياره، والله شباب الصراحه نسيت شباب، ما بتذكر وين كانت. لا مو هون، هون مكان بنجرب الجلو. يا بوي اطلع لبرا. لا لا في شيء حبيت نجربه هون، نجرب شيء شباب. في هون شيء اضافي شباب صاروا هون عملوا. ندخل جانب. ندخل شباب متاكد شباب. نجي نروح على جدار الجلو، مدرسة الجلو. اوكي اوكي ما في شيء اختلف شباب الجدار الجلو. خلينا ندخل، ما يعني كنت بدي اعرفه ما اختلف. اوكي خلينا ندخل على الساحة اللي رجع لهون، نرجع لهون يا ساتير. ليتس جو. والان شباب صار وقت الاشياء الجديدة شباب. هون مثل ما انتم شايفين نزل مكان شيء جديد شباب، يعني سيارة جديدة ولا هي مثل تبعت لحديقة الملاهي، والله حلو. حلوة هي حلوة. الله جبنا على عم متحمس لهي شباب، أنا متحمس صراحة لهي. اسمعوا الصوت. ثواني. اسمعوا الصوت شباب، اسمعوا الصوت. هي والله تمام تمام. شوف شوفوا شباب السرعة. والله كشكل شباب عن جد يعني شي لوز اللوز. بس خلينا نعمل نكمل هذا. والله تمام، والله شي حلو شباب صراحة شي حلو. حبيبي والله. بس شفت انا هون كان في مثل سباق. لا والله شباب الشكل السيارة الجديدة يعني عن جد شي كثير حلو شباب. الشكل السيارة اسطوري 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 حبايبي، عن جد شيء كثير اسطوري. اوكي شباب هي بالنسبه للسياره شباب، خلينا نكمل الرحله الان ولا لازم نروح؟ خلينا نشوف. ايوه الان حبايبي بالنسبه للاشياء النطاق، طبعا شباب ضافوا رانك اللي هو جراند ماستر شباب، راح يضيفوا يعني اضافوه ولا ما اعرف اضافوه ولا شباب. ايوه ها شايفوا افضل 300 هي مساله، هي كلاش سكواد. اوكي راح يضيفوا الرانك للجراند ماستر شباب عندما اعتقد لما يتحدث ال السيزون تبعهم، فهمت علي؟ بالجراند بالكلاس سكواد. اوكي يعني بعد غدا راح يتحدث، راح يصير في
جراند ماستر يعني كلاش سكواد يقدروا يعني جماعة الكلاش سكواد يقدرون يطلعون جراند ماستر. بالنسبة للأشياء الموجودة هنا معلم إيش في موجود هون؟ هون أشياء دول كلهم مسكرين لحد الآن. إيش في هذا كلاش سكواد؟ نفس الشيء نعرفه ما في تغير. حبايبنا الكرام اذا في شيء يعني ما قلته بالفيديو اكتبونا بالتعليقات كمان شباب يعني عشان ما ننسى حبيبي والله. جايز الف مبروك راح ياخذ الكود الثاني حبايبي الموجود قسمه جاي شباب تقدرون تشحنون منه وتجيبوا كمان السياره واللعيبه لوز اللود. قولي اللوبي شباب اللوبي 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 تغيرت اللوبي لكن لساحة التدريب شو عم بحكي لك تغيرت ساحة التدريب شباب والله شيء حلو فرجوا معي يعني تحس حالك بدمار وما دمار واشياء وما اشياء. طبعا شباب بالنسبه للفري فاير ماك شباب يعني مثل كلمه قول جرب لا ينطق على شخصيتي الحاليه. اوكي ما نقدر. اوكي شباب هون نقدر نجيب نجرب الاشياء. قول لي سكنات يقدروا يجربوها. اه لهم حلو حلو واو واو ويلي هات نشوف الكمبه. طبعا هذول الشباب عم يجربون الحلوين وشوف الساحه كيف صارت كبيره طويله وعريضه معلم. شوفوا واو واو النار وما النار يا سلام يا سلام عليك يا جميل حبيبي والله. شوفوا شباب اتفرجوا واي 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 ايه تمانو حبيبي والله. رويال قاتل باسلوبك باتل رويال قاتل باسلوبك. طبعا شباب انا نزلت ديو كلاسيك اوكي سولو يعني ضد فهمتوا علي كيف كلاسيك ليك شباب رح ندخل شباب نشوف الاشياء بالخريطه اللي تغيرت هون بالنسبه للخريطه شوف على السريع. اوكي شباب نقدر نخفي على اليمين الاشياء المكان نقدر مش تشتري منهم ال يعني فهمتوا علي شباب والله ما بعرف رح اتاكد من المناطق الزرقاء شباب رح هيك دخلت كلاسيك تقريبا صاير مثل الرانكيت رح اتاكد شباب بالاشياء الموجوده بالاهم شيء حبيت افرجيكم اياها الاشياء اللي موجوده يا اساطير بال الماكينه هي حلوة. تعال هون شوف هات لنشوف. قول لي مثل ما اتفقنا شباب صار في مثل ما كنت مفكر صار في شباب نقدر نشتري مصلح الدرع بواحد درهم. نقدر الان نشتري مصلح درع بواحد درهم شباب. هاي بالنسبه للكلاسيك اوكي شيء كثير حلو نشتري حلو شيء كثير حلو بس ولكن بطاقه النعش مش موجوده بالكلاسيك ولا تشيب شباب. خلينا نشوف اتاكد شباب لا توجد اشاره. تعرفوا شو حبيبي رح ندخل على طبعا بالنسبه للكلاسيك كيكي رح ندخل نشوف الرانكت. اوكي حبايبي بالنسبه للرانكت مثل ما انتم شايفين دخلت رانكت حبايبي موجود فيه مكان الانعاش. خلينا نروح على الاماكن الموجوده هنا حبايبي مثل ما انتم شايفين عندنا هون الانعاش بيبين وما يبين نفس الشيء هون بالرانكت. والله شاب يعني اضافات يعني اكثر من 30 اضافه نزلت شباب ما صراحه ما اعرف شو نزل سياره من هون واشياء اسلحه من هون طبعا يعني شيء غريب عجيب اقسم بالله يا شباب. خلينا نشوف هون نتاكد شباب شوفوا هون اشياء هون معنا. اوكي هي بطاقة الانعاش طبعا شباب سمعت انه نقدر نشتري بطاقة الانعاش اوه نقدر نشتري ذخيرة. المهم نقدر نشتري ذخيرة شباب قتلني الحيوان. المهم نقدر نشتري ذخيرة شباب شفت نقدر نشتري ذخيرة تحت شباب فهمت علي كيف حلو كثير حلو. يلا نطلع نشوف الباقي معلم. مثل ما انتم شايفين حبايبنا بالصورة كمان يعني نقدر مثل ما اتفقنا مثل ما شفت فرجيتكم البطاقة الانعاش يمكن الان نقدر يعني ناخذها من تحت اوكي. وهون عندنا الشباب الحلوين القنابل صاروا يعني هيك متوزعات متفرقات كل واحدة بقنابل لحالها الجلو لحاله والقنابل لحال حبايبي. واعتقد الان الشباب شفنا اهم شيء بالتحديث اوكي يعني شفنا اهم شيء حبايبي بالتحديث الان اليوم. سو ليديز اند جنتلمان هي بكون ده مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع الف مبروك اللي حصل على الكودات حبايبي. ولا تنسون يا اساطير الله يسعدكم لا تنسون باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبي الكرام. ولا تنسوا شباب تشتركوا بقناه اليكو جيمنج الثانيه شباب تشتركوا راح يكون ننزل عليها ان شاء الله فيديو اسطوري اليوم او غدا اوكي حبايبي. اذا شفتوا شيء جديد ما شفتوه بالمقطع اكتبوا لنا بالتعليقات شباب عشان نتشاور ونتحاور وحبيبي والله. اوكي نشوفكم على خير الى اللقاء.